يسموش الكذابين، دول كذابين لانه مفيش تأييد شعبي حقيقي، فبيلجأوا الى اطلاق شائعات انه فلان تنازل وفلان ما تنازل. لم يتنازل احد، ليس هناك حتى الان اي شيء يتعلق بتنازل، دي كلها كذب. وانما بهذه المناسبه خلينا بقى في منتهى الصراحه وامام كل الناس، انا اطالب احمد شفيق ان يتنازل، لانه الحقيقه اضاف بعد سيء جدا الى التعامل بين المرشحين. والعوده بالبلد الى عهد سابق، والبلد لا تتحمل هذا. هناك ثوره لا يمكن ان احنا نمسحها من تاريخ مصر. الثوره دي ما يمكنش ان احنا نشبك ما بين التاريخ وايام واقعه الجمل ورئاسه الجمهوريه الجديده، مستحيل. أرجو من المصريين كلهم وطالبهم جميعا، المصريين والمصريات، بأن ينزلوا وأن يصوتوا وأن ينتخبوا، وأدعوهم إلى انتخاب من يستطيع أن يقود مصر إلى المستقبل، ليس هؤلاء الذين سيجرونها إلى الماضي، خصوصا هذا الماضي الذي كرهه المصريون وثاروا عليه.